مساء الفل عليكم يا شباب. النهارده هعمل حاجه كنت نفسي اعملها من زمان. ما كنت نفسي اعمل كامبينج من زمان، فسام كلمني قال لي احنا رايحين كامبينج النهارده وتيجي ولا ايه؟ قلت له لا يلا بينا. يعني انا كده كده ايه بحب الحاجات اللي هو يلا بي اي حاجه يلا انا معاك. المهم كان في حاجه كمان كنت عايز اقول لكم عليها، فرق الاسعار ما بين سيتي سنتر ديرة وما بين مول الامارات حاجه يعني رهيبه. انا بقول لهم يعني جبت لهم شويه مكسرات وحاجات من دي وشويه شوكولاتات، طب انا هحاسبهم عليهم اكيد، منبهرين بالاسعار فاهم. انا جايب لهم الشوكولاته بدرهم و20 سنت، هي غلط كمان كانت بدرهم بس. فهفرش لكم بقى الحاجات دي وان شاء الله باذن الله نستمتع باليوم. مساءكم زي الفل. بصوا بقى يا جماعه، احنا دلوقتي في مكان يعني هو صحراء، احنا هنعمل كامبينج هنا. ده مكان اسمه القدره. بصوا كل الناس جايبه عربياتها، في ناس راكنه عربياتها هنا بره، في ناس بتخش بعربياتها طبعا دفع رباعي، ومش اي عربيه بتخش جوه يعني، كل بقى بيخش يعمل كامبينج جوه. عارف انت اللي هو انا كنت نفسي اعمل كامبينج من زمان، اقسم بالله جت كده، عارف اللي هو مش مترتب لها. بص يا جماعه، عشان تخش الصحراء بيعملوا هنا حاجه، بيروح يعني مريحين العجل شويه عشان العربيه ما تغرس. دلوقتي بقى احنا رحنا البنزينه عشان نجيبوا حاجه اسمها يعني جيلي كده، هم بيولعوا بيه الفحم في الصحراء، فهوريه لكم دلوقتي. ده بقى اللي هو كول لايتر فلويد، ده اللي بيولعوا بيه الفحم، حاجه شبه السبيرتو كده، هو سبيرتو يعني. دلوقتي بقى احنا وصلنا الصحراء، شايل الشنطه على كتفي، وسام جايب لي كرسي تمام عشان بقى ايه الارض بتغرس الرمله هنا. عارف انت احنا دخلنا بالعربيه لازم تاخدها كده تكه واحده، ولازم تريح العجل خالص عشان ما تغرسش منه، بس مش هنقدر بقى نكمل بالعربيه اكتر من كده. معانا السناكس بتاعتنا، الميه بتاعتنا، شنطه المدرسه على ظهري. المفروض بقى كنت اجيب شبشب، شبشب مش عارف يعني ايه شبشب بالخليجي، يعني ايه شبشب؟ يعني تندوره ولا ايه؟ شغالين عيد ميلاد هناك اهو، جايب لي كرسي. هاي هاو ار يو؟ الله ينور يا شباب. بصوا بقى الاجواء يا جماعه، لازم تعرف تعمل قهوة في أي حتة. القهوة اتعملت يا جدعان؟ اتفرت يا معلم؟ لا عيب عليك. لا ما صورش، أنت بتصور. وهي دي كانت طريقة عمل القهوة يا جماعة. الصحراء. ما تتشربش، شكرا. قهوة في الصحراء. إدينا الفيدباك بسرعة. مش أنت اللي عاملها؟ أمال إيه الكنكة اللي عاملاها؟ يعني حتى لو وحشة فاهم. الله جميلة. جميلة ما شاء الله. اهم حاجه بقى توليعه الفحم، عامل شغل عادل والله. سام بقى يا جماعه جاب لنا كرسي للكامبينج، عشان قال لي دي مش اول مره هتعمل معايا كامبينج، فايه لازم تجيب لك كرسي. قلت له خلاص هات لي واحد. فاهو سام يا جماعه عامل لنا انبوكسنج. الكرسي ده احنا جايبينه ب 35 درهم، محدش يقول لي ازاي. لا رايق ده انا لو قلت لك كان بقى اوه لا 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 غير كده بقى. هنا حط الكوبايه بقى الشوب بتاعك ده رايق وتستمتع بقى. اقعد كده اشيكم على انت ها يجي معاك بقى صحرا تلاقي، بحر تلاقي، ممكن هوا برضو، هنتصرف ونلاقي له طريق. ايه رايك؟ مش اول مره، ما كانش في دماغي خالص. خلاص بعد كده على طول بقى. بس يعني عادل عامل شغل بأمانة الله، عامل شغل. شيف عادل وكوتش عادل مع بعض. ما انا قلت له بس انت ترينر شكلك كده على طول. وش وش يعني لو مش يعني انا كنت بقول اما انتوا خلصتوا اللي فات. الموبايل بتاعك واول ما تلاقي ان الحاجات بعتت هتعمل. عايز حاجه؟ ماشي.